الأرقام بتقول إن مصر بتخسر سنوياً بسبب الزحام المروري في القاهرة الكبرى أكتر من 40 مليار جنيه. البعض بيقولك إن ده بسبب ثقافة المواطن وسلوكياته، لكن أنا رأيي إن المسؤول لو تعب نفسه وفكر شوية يقدر يحل هذه المشكلة. يعني مثلاً العاصمة فيها حوالي 15 مليون مواطن، بيضاف لهم يومياً أكتر من 3 مليون، دول اللي بيفدوا للعاصمة من مختلف محافظات الجمهورية. عشان كده أنا قلت أنا هاخد بعض النهاردة وهروح لأهم منفذ بيفد منه المواطنين للعاصمة، وهو محطة مصر. قلت يلا يا رجالة نروح محطة مصر ونشوف الناس أهالينا اللي جايين من مختلف المحافظات. لما هتبدأوا تسمعوا الناس دي جاية ليه هتشوفوا العكس. عايز اعرف حضرتك من انهي محافظه وجاي القاهره النهارده ليه؟ انا محافظه جنا، والنهارده جاي علشان اعمل تظلم وضعن على القرار رقم 202 لسنه 2014 اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو خاص بتعينات النيابه العامه، معاونين النيابه العامه. انا حضرتك جاب 74% وحصل على ماجستير دفعه 2013 من جامعه جنوب الوادي، فوجئت ان في ناس اقل مني في التقدير، يعني اكتر 170 واحد جايبين تقدير اقل مني بقى وكلاء نيابه حاليا. حلف اليمين وكان اللي واخد تقدير اعلى وماجستير ما بقتش وكيل نيابه. لا للاسف، على الرغم ان التحريات بتاعتي كلها سليمه، يعني الحاله الماديه بتاعتي كويسه، المستوى الاجتماعي بتاعي كويس، انا جاي هتخذ كذا اجراء. انا اصلا محامي، اول اجراء هتخذه ان اعمل تظلم لرئيس مجلس اعلى القضاء، تاني حاجه هعمل طعن على القرار ده في دائره رجال القضاء في محكمه النقض، ثالث حاجه هروح مجلس الدوله في دائره مختصه برضه هناك لتلقي الطعون على القرارات. الحاجات دي بتجيب نتيجه؟ يا رب، يعني احنا نعمل ان هو في العهد دلوقتي في عهد الرئيس باذن الله، يعني احنا على ثقه تامه بالمشير السيسي ان هو هيدي كل انسان حق. هرجع لمشكلتك الاولى، ما كنتش تقدر تحلها وانت قاعد في بلدك، لازم تيجي القاهره. لا للاسف ما فيش اي جهه مختصه في اي محافظه من المحافظات بتلقي الطلبات دي او الطعون او التظلمات. واقف بتبص على ايه؟ بدور على مواصله توديني مشروع قناه السويس الجديد. بس المشروع ده لسه ما يعني مشروع شغال بقى ست ايام، شغال وشركات مقاولات ولسه بيحفروا بقى ست ايام. هتروح تعمل ايه؟ بيقولوا كل شركه هتحفر كيلو. راح اشتغل اي حاجه، احفر. انت ما بتشتغلش؟ متعطل؟ لا كنت شغال. شغال ايه؟ اشتغلت كذا شغلانه. بس حاليا ما عندكش شغل؟ حاليا لا ما فيش شغل. طب متصور ان انت رحت دلوقتي عند موقع المشروع هتعمل ايه؟ مش فيه هيبقى امن ويمشوك وكده؟ هخش اسال على شغل. خش اسال على شغل. ايه الشغلانه اللي تروح تلاقيها تناسبك؟ اي حاجه، هشتغل اي حاجه، هحفر، هبني، هعمل، والله العظيم بكلم بجد. انت عندك كام سنه؟ عندي 39 سنه. متجوز؟ متجوز وعندي بنت. مفيش مصدر دخل؟ لا مفيش دلوقتي مصدر دخل. زيك كتير؟ كتير جدا. يعني ليك صحاب عايزين يروحوا؟ كتير 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 قوي، بس ما حد يعني ما حدش بيدلنا على يعني نروح نعمل ايه او نروح ازاي، مواصله تودينا هناك ايه تفاصيل. الشاب الطيب ده كل اللي عايزه حاجه واحده، ان يتعرف عنوان ازاي يروحوا قناه السويس الجديده وازاي الشركات توظف الشباب دي. ده بحماس. انا داخل كده شايفه عمال يبص، متصور ان هو بيدور على قطر يروح بلده، لكن فوجئت ان هو عايز يروح قناه السويس الجديده. شكلها دي هتبقى بلدنا الجديده ان شاء الله. اقعد سنه اللي هو بيقول عليها دي، اقعد هناك سنه كاني في الجيش. قول لي انت جاي مصر ليه النهارده؟ انا جاي مصر النهارده عشان انا مشكلتي كبيره ما يحلهاش الا وزير التربيه والتعليم العالي. ايه هي؟ بالنسبه لمشكلتي انا قسم خدمات معاونه في مركز سيبو جراحه العيون جامعه المنصوره، وجيت انا بعد اذاكر وذاكرت واجتهدت والحمد لله خدت دبلوم صنايع قسم كهرباء،
وعشان اسوي رحت للمدير قال لي اسوي يعني ايه؟ يعني تعدل من درجة, من درجة والمرتب وكل حاجة. طب وايه اللي جابك القاهرة مصر؟ جيت مصر عشان اقابل الوزير. طب ليه ما حدش يحلها في جامعة المنصورة؟ وانت مفكر كده لما تروح على الوزارة باب الوزير قاعد مستني؟ هم قالوا لي انا هم قالوا لي روح مصر سافر روح لوزير التربية والتعليم روح لأي وزارة هم يحلوا لك مشكلتك. حضرتك جاي من محافظة ايه وجاي القاهرة ليه؟ والله انا جاي من مركز الوسطى بني سويف. رحت والدي شغال في مديرية الأوقاف. رحت مديرية الأوقاف. مديرية الأوقاف ببني سويف. في بني سويف فبسأل على رصيد الأجازات هناك من 5 سنين واخد بالك. فقالوا لي روح الوزارة. فجيت الوزارة النهاردة قالوا لي طب هي لسه ما جاتش. الكلام ده من 5 سنين وأنا والدي مات من 10 سنين. من 5 سنين والولد متوفى من 10 سنين. حتى رصيد الاجازات لو انت شغال في بني سويف لازم تيجي القاهره بذمتك كلام. حاج حضرتك منين وجاي القاهره النهارده ليه؟ مركز مغاغه محافظه المنيا وجاي اقدم شكاوى للسيد وزير العدل والسيد تفتيش القضائي بان انا مشكلتي عندي مستشار وخدت عليه احكام بتسليم مستشار بوزاره العدل وبتسليم الشقه كما كانت عليه عندي تحرير العقد ورافض يسلمني الشقه وعامل طاعون في نفس الدائره اللي هو فيه في المحكمه. المشكله دي ما تتحلش عندك في المحكمه؟ ما تتحلش لان ده مستشار. ايه مستشار؟ ما مواطن. لكن مستشار ما ينفعش ان اجي غير وزير العدل هنا. وزير العدل قبلك؟ لا قابلت التفتيش القضائي وخد مني الشكوى. قول لي عايز اعرف حضرتك منين وجاي القاهره ليه النهارده؟ الاسم محمود يوسف عرابي امين مساعد وكيل وزاره بمكتب شارع العقارب الاقصر سابقا وطالع المعاش واخر بالك بقالي سنه و7 شهور بالظبط طالع في 8/4/2013. طب جاي القاهره ليه؟ جاي القاهره عشان اشوف اصرف مكافاه نهايه الخدمه اللي انا طالع وسايب المصلحه وخدمتها. يعني انت من سنه وسبع شهور ولسه ما سنه وسبع شهور ما صرفش واخد بالك مكافاه نهايه الخدمه المفروض ان انا طب متابع المصلحه عندك في كل ما اروح المصلحه يقول لك وصلنا مثلا شهر 11/2012 وصلنا في شهر 1/2013 وده يخليك تيجي بقى القاهره هنا؟ وده يخليني لان انا محتاج هربي اولادي. لا يعني ليه المشكله ما تتحلش عندك؟ المشكله لان انا كنت عايز اقابل مثلا مساعد الوزير او عايز اشوف رئيس القطاع او عايز اشوف اي مسؤول كبير هنا عشان خاطر ان انا اصرف مستحقاتي. الزحمه الكتيره اللي احنا بنشوفها يوميا في العاصمه ده سببها ان في اكتر من 4 مليون مواطن بيترددوا على العاصمه. اللي جاي يمضي ورقه، اللي جاي يكشف وهكذا. الحل في جمله بسيطه جدا فشلت فيه كل الحكومات اللي فاتت. نتمنى الحل على ايد حكومه معنا. الحل ان احنا ندي صلاحيات اكتر للمحافظين. لو ادينا صلاحيات لكل محافظ نقدر ساعتها نخفف الضغط عن العاصمه. 4 مليون يومي ومفيش رئيس حكومه فكر يحل مشكلته.